السلام عليكم يا حبايبي وعساكم على القوة. في سالفة صارت لي وأنا أيام العزوبية، يعني قبل تقريبا استغفر الله العظيم قبل تقريبا 17 سنة أو 16 سنة. كان معنا هيلوكس قديم، موديل قديم، يعني تقريبا 80 أو 81، وضبناه في الطائف. احنا ساكنين في الديرة في الباحة، وضبناه في الطائف، خبط الهيلوكس نزلناه الطائف وضبناه وانتهى توضيبه. كلمنا الميكانيكي قال خلاص السيارة جاهزة، لكن ما يبغى لك تمسك بها خط، لازم تمرين. عارفين السيارة موضبة لازم تتمرن، أو إنك إذا تبغى تطلع بها الديرة لا تتعدى 60، خلك على 60 لحد ما توصل الديرة. الأيام هذيك زمان ما في أنوار في الخط ولا شيء، يعني أعمدة إضاءة ما فيه إلا نادرا عند بعض القرى. والله يا حبيبي اخذت السيارة منه، طلعت من الطائف تقريبا بعد صلاة المغرب، يعني قدامي مشوار طويل، تقريبا باخذ في الخط تقريبا 5 ساعات إلى 4 ساعات ونص. على 60 بمشي او اقل من 60، احب السيارة ذيك بحافظ عليها. المهم قلت بشوف اللي في الطريق احد يبى اوصله، يبى يركب مشوار، باخذها مجانا لاني بغثه في الطريق، بمشي 60 بنغث معي. والله يا حبيبي تعديت تقريبا ليه، بعد ما تعديت ليه حصلت لي واحد يأشر، جنبت عنده. وين تبغى؟ قال أبغى بوا اللي هي ديرة الحرث الشلوة، يعني تبعد عن المندق تقريبا 70 كيلو. قلت كويس، يعني بيمشي معي مسافة طويلة. كم تأخذ؟ قلت مجانا يا حبيبي، يطلع بس خلنا نسولف مع بعض نتسلف الطريق هذا. طلع والله يركب الرجال معي، والله ماشي في الخط. من وين انت؟ وش عندك؟ ما عندك؟ قال والله انا من بوا وراجع البيت. المهم ما سواليفه ما يعطي سواليف، يعني ما تقدر تاخذ وتعطي معه، زي اللي يقول لك اسكت. عرفت؟ زي اللي يقول اسكت، يعني تسأل سؤال يتأخر في الإجابة وما يعطيك ذيك الإجابة اللي يعني تقدر تاخذ وتعطي معه. خلاص. المهم ذيك الأيام أنا مدخن، قلت عادي أدخن، قال لي دخن. المهم أعطيته سيجارة، ولعت لي سيجارة. طول ما أنا ماشي في الخط يعني ألمح الرجال، يعني أنا راكب جنبه ألمح أنه يطالع فيه. عرفت؟ إذا طالعت فيه شال عينه. يا ولد إيش بأمه هذا؟ إيش عنده؟ المهم أمشي شوي إلا الرجال برضه يطالع، الرجال ما هو مزبوط يطالع فيه، طالع فيه يشيل عينه. أقول إيش فيك تطالع فيه شيء؟ قال لا يا رجال، يسوي لي زي كذا، يمسكني خلاص ما في شيء. والله المهم إنه زودها. كل ما مشيت شوي له الرجال عينه فيه، يعني وجهه شوفه يطالع فيه. والله أجنب على طول، جنبت كذا، طلعت على الخط وأنزل وأجي وأفتح الباب حقه وأنزله. إيش عندك؟ إيش تبغى؟ إيش عند أهلك أنت؟
ايش بامك خيلتني تطالع في ايش تبغى. يضحك، شفت كيف يضحك؟ يضحك كذا ويحط راسه في صدري ويمسكني، معليش معليش، ويجي يركبني السياره ويسك الباب ويرجع ويركب، معليش خلاص والله ما عاد طالع. يا ولد تصرفاته غريبه جدا جدا مره. اذا مر النور ولا شيء دقق في ملامحه، دقق في لبسه، في شكله، طلع الرجال يا ولد معفن عفن ما يعلمها الا الله. حذايينه حتى الله يكرمكم ما هي زي بعض، كل الحذيان فرده، والله ما هي زي بعض. شوي الرجال قام يسوي شاعر ولا يقرا ما ادري ايش يقول. ايش عندك انت؟ كم عمرك كذا؟ سألته كم عمرك؟ لأن كذا أحس إنه صغير في السن، مدري أبغى أعرف كم عمره. قالوا عمري تقريبا 99. قسما بالله يوم قالها يا ولد جسمي قشعر، تعرف كيف قشعر جسمي؟ جسمي قشعر منه مرة، يعني حسيت ان الآدمي هذا في شيء. قلت طيب ابوك كم عمره؟ قالوا كبير ما ندري كم عمره، متزوج يقول 10 مدري 11. يا ولد انت صادق تتكلم من جد؟ قالي انا جلست افكر ايش اسوي. يا ولد جني هذا؟ ما هو جني، معقوله؟ شوي لقى ما انت مصدقني؟ قلت لا ماني مصدقك. قال شب طاقتي، طلع طاقته، طال ابغى اشوف البطاقه، ما شفتها، ما اشوف، ما في نور. حطيتها في جيبي، عرفت؟ قلت بس يا سعيد فرصتك جاك لين حدك. قسما بالله هذا اللي جاء في راسي، قلت هذه فرصتك يا سعيد، لا تفك هذا جني، لا تفك الا انت تغتني. استغفر الله العظيم، اي والله ما اقول لكم الا وانا صادق، اي والله. المهم صرت ادلع. تعشيت؟ قال لا. قلت ابشر بالعشاء، ولا يهمك انت امر تدلل. خذ دخان، اعطيه دخان. قسما بالله يا حبايبي، استغفر الله العظيم، حاولت اني ما اذكر اسم الله. حاولت اني ما اسمي ولا اجيب ذكر اسم الله لفظ الجلاله عشان لا يهج لا يشرد، فهمت؟ بطاقته معي، كل شوية أتحسس على البطاقة لا يكون اختفت. أبغى أوصل محطة عشان أشوف البطاقة. تخيل جني مع بطاقة. المهم الرجال يمشافني دلع فشخ، تكة حط، والله حط كوعه على فخذي، تعرف غمارة واحدة تكة كذا، وقام قلت يا ابن الحلال وجلسه، قلت يا ابن الحلال اسمعني الحين ابغى اتفاهم معك، انا ابغى اصير شاعر. تكفى تكفى يرحم والديك، ابغى اصير شاعر. قلت يا تخليني اصير شاعر يا مهندس ابيار، تكفى. اي والله استغفر الله العظيم، تكفى اللي يرحم والديك، وابشر بالعشاء، وابشر باللي تبغاه، اوديك مكان ما تبغى، وحاول اني اطالع في رجوله، انا سمعت ان الجن رجولهم رجول حمير الله يكرمكم، وحاول اطالع في رجوله. يا ولد رجوله عاديه، لكن يوم اطالع في ملامحه سبحان الله يا اخي كانها تغيرت ملامحه، جبهته كبيره، عارفين العمالقه هذولي كيف يطلع جبهته كبيرة وعظامه عريضة؟ وجهه زيهم، قسما بالله العظيم إني ما أقول إلا الصدق، وجهه زي هذول الضخام.
المهم انه ما هو معطيني وجه شيء، لا 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 ما ادري ايش يقول يا اخي، يخربط يسوي عنه شاعر كلام خربطه ما افهمه. انا جالس اداريه وابغى اوصل محطه، اقرب محطه مني تقريبا في قيه يعني مشوار، ماشي 60، عارفين كذا ماشي 60 يعني، وصرت اخفف المشي عشان قلت ابغى اطول معه اكثر مده. اللهم صل على محمد. سواليف يا ولد، ابغى اسولف معه اخذ منه واعطي، ابغى شيء نتيجه ما فيه. رجال مره كانه في عالم ثاني، لا 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 ما ادري ايش يقول كذا، كلام غير مفهوم، مسوي انه شاعر خرابيط ما ادري. المهم يا حبيبي ما كوت اشوف نور المحطه من بعيد، قربت المحطه خلاص، والله وقف عند السوبر ماركت، انزل. قال اخذ اللي يبغى، قلت خذ اللي تبغى يا رجال، لو تبغى تحمل الصندوق خذ خذ. المهم نزل بقوله كذا يا اخي، تصرفاته استغفر الله العظيم، لما يمشي في البقاله قسما بالله كذا كانه مبسوط، والله كانه غريلا. اي والله زي مشيت الغريلا والشمبانزي. وياخذ يا اخي، كانوا يبيعون كيكات زمان كذا في كيس شفاف، كيكه كانها مشتوفه، كيكه كبيره اللهم لك الحمد ما حد ياكلها، اخذ منها ثنتين، اخذ عصيرات خم كذا، والله يمسكها زي كذا، اخذ هذه، قلت خذها، وراح مبسوط على السياره. انا وصلت عند الثلاجات، اخرج البطاقه حقته، يوم طالع قريت اسمه بدون ذكر اسماء وقبيلته، يا ولد اطالع في عمره، والله من مواليد كم، مواليد 99، يعني اصغر مني تقريبا بخمس سنوات. اخوها يا ولد يلعب علي، يقول عمره 99، والله واخرج له على طول، حتى راعي البقاله لحقني، يا الحساب تصبر يا ابن الحلال، انت داري شو السالفه، واخرج له على طول كذا، وافك الباب واستحبه من حلقه. يوم سحبته كذا اشم ريحه الكولونيا. اي والله سكران معطيها كولونيا، سكران يلي فيك ما يخطيك، واسحبه مره ثانيه وبراسي اعطيه هنا في خشمه. اي والله اني شقيت خشمه الله يسمح لي، بس لا تلوموني يا اخي. والله مرة يعني حسيت اني اني حمار. سكران يا ابن الهمة، سكران اللي فيك ما يخطيك، قسما بالله اني فسخت الحذيان الله يكرمكم. شرقي معي يا ولد من ذيك الشراق اللي واطيح فيه في دورية طرف المحطة اليماني، صار يصيح وينادي الدورية يا عسكري يا عسكري. اليماني راعي البقالة طلع معي وشايف الوضع ذا الحين. المهم الدورية جات، ايش في ايش مسكوني العسكر ايش في، قلت هذا مركبه من لي ومسوي على راسي انه جني. سكران ابن الذين قسم. العسكري مسكني اتفلت، ماني شايف العسكري شيء، ابغى اذبحه، ابغى اقضي، لو ما فيها احد قسما بالله يمكن ذبحته، يمكن احطه تحت الكفره فحط عليه خلاص، يعني عيشني في حلم فجاه. فوق هذا كله طلع سكران يطقطق علي، طقطق علي انا سكران، كيف ما عرفت ان سكران ما ادري، سبحان الله والله ما عرفت الا لما قربت منه وشميت الادمي معطيها.
اشتالوه ركبوه الدورية وراحوا العسكر. والله فكيت باب الدورية ونقصت عنده فالدورية قسما بالله، وأضرب فيه أضرب فيه وجهه أعدمته من قهر يا أخي. أنا عسكر ابن حلال يا زهراني يا ولد يا لل. أنا تعرف كيف يوم كأنه جاتك مليون ريال، كأنك مسكت مليون ريال في يدك هذه لك، فجأة شالوها منك زي كذا خلاص. أنا يا ولد الشيطان ركب على ركب راسي مرة أبغى أذبحه. هدوني العسكري وركبوني السيارة، أنا ما عاد أشوف خلاص قسم بالله. الضغط عندي ارتفع 1000، ما عاد أشوف. أول مرة في حياتي تصيبني هذيك الحالة، ما أقدر أتكلم أبغى أتنفس. رشوني موية هدوني، المفروض يرشونه هو يعالجونه، والله قام يعالجوني أنا. يا ولد اذكر الله صلى على النبي. المهم هديت شوية قسم بالله ما عاد أشوف. ارتجف، تعرف كيف ارتجف؟ مرة انجنيت انجنيت. يا ولد أقسم لك بالله يا مرت علي الليلة هذيك ما أدري كيف. طول الخط ماشي أكلم نفسي، والله وقفت يمكن 60 مرة في الخط، وأنزل من السيارة أخذ لفة على السيارة أكلم نفسي ليه ما طلع جني؟ وليه مشيت عليك يا سعيد؟ كيف مشاها عليك سكران؟ كيف طقطق عليك؟ اي والله استغفر الله العظيم، سالفة سالفة قسما بالله ما أدري كيف، والله ما أدري كيف. بعدها حقت على الجن، حلفت اني لو اقابل جني يدي الاربطه ربط. استغفر الله العظيم، والله يستر عليه ذاك الادمي. بعدين سالت واحد شلوي، سالته عن الرجال هذا، وصفته له واسمه، عرفت اسمه وصفته له واسمه. قال هذا ابن الحلال مسكين الله تعبان ترى ماشي، عرفت، وطول الأسبوع يرعى الغنم لأبوه، أبوه ما يفكه إلا يوم الجمعة ينزل الطائف يبيع مساويك، عرفت، وإذا نزل الطائف يبيع مساويك يشتري له كولونيا ويشربها ويطلع، كلها تأشيرة كلها طرقي في الخط يأشر للسيارات، ويقول على هذا الحال. وعلمت بالسالفة قاعد يضحك علي. والله قاعد يضحك علي، الله يستر عليه. اي والله والله يسامحه ويسامحني. ودعواتكم يا حبايبي، استودعكم الله، واعطوني بالله تعليقاتكم وآراءكم، الله يسعدكم وفقكم الله.